متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من منطقة يمكن هذه المنطقة قليل اللي غادي يعرفها رغم الفوائد ديالها كثيرة، ويمكن هذه المنطقة مهمشة سياحيا ومهمشة مجموعة من الأمور. هي منطقة سعير الحمراء اللي عليها فوائد كبيرة على مجموعة من الناس لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. هذه المرة منطقة سعير الحمراء ما غيهضر عليها لا مؤرخ ولا عالم ولا ولينا نهضروا عليها وليداتها اللي عاشوا فيها وتزادوا فيها وتربوا فيها وعارفين المزايا ديالها، وغادي يعطيكم واحد حقائق صادمه لناس ما داواوش دول كبيره وداوا في العين الحمراء، لناس قتلهم السم وجاو العين الحمراء، لمجموعه من الامور على العين الحمراء اللي ان شاء الله بغيناها تكون حتى هي من المناطق اللي بحال الماس بحال سيدي حرازم بحال مولاي يعقوب، لكن العين الحمراء على ما كنظن ما واخداش الحق ديالها. متابعي قناه شوف تيفي، عندنا واحد المهاجر ولكن ابن المنطقه ورجع للمنطقه حبا في العين الحمراء اللي غادي يعطيكم تاريخ العين الحمراء ظن على هذا الماء هذا. اولا السلام عليكم، مرحبا بالقناه ديال شوف تيفي، كنرحبوا بكم في العين الحمراء. انا المسمى سعيد سعيد حواش من السكان ديال المنطقه ومهاجر عشت على برا. يعني عندنا واحد المنطقه سياحيه عظيمه جدا، ولكن بالنسبه العين الحمراء ما خدتش الميزانيه ديالها الكافيه حيت منسيه بزاف ديال الحويجات، منها اولا البنيه التحتيه يعني الطرق والماء ديال الصالح للشرب والاناره نفس الاناره بنفسها هي قليله، والمشكل عندنا الكبير وهو الوضع الحار. يعني من بعد ديال العين الحمراء كما كتشوفوها هو امامكم. العين الحمراء شنو هما المزايا ديال الحمراء؟ هي المزايا ديال الحمراء الناس اللي واكلين تسموم، الناس اللي عندهم الجهاز الهضمي، بزاف ديال الادويه، داك الشيء مذكور كله في الجوجل، كاين يعني في الدكاتره المختصين اللي هما حضروا على داك الشيء، يعني معروفه على الصعيد قول المغربي والعالمي، الناس كتعالج هنا ولكن كنلقاو معاناه. يعني الناس استمرات هنايا ولكن يعني ما كاينش لا طرق لا ماء لا شباب، انت شباب ما عندهم لا ملاعب رياضيه لا فين لا خدمه لا حتى شي حاجه، قول ما كايناش متفرج. لا المطلوب ديالنا حنا الناس المسؤولين على هذا القطاع هذا بالخصوص الناس ديال وزاره الصحه ديال السياحه يشوفوا من حال هذه المنطقه هذه، يعني المنطقه الوحيده اللي كاينه في الاقليم ديال تازا، يا شد على بورد على تيزي وسلي على اجدير والمناطق ديالها كامله على تاونات على كلها من فاس تازا والمناعي ديالها كلها، يعني ما عندهم الناس ما عندها فين تخرج. المزايا ديال هذا الماء، المزايا ديال هذا الماء هذا هو الناس اللي كيكون عندهم التوكال السحور غاقولها التسمم اذا هو التسمم. شنو هو التسمم الناس اللي احنا مازال عايشين في واحد سحرات له مرته هو تسمم بحال داك الشكل، شي واحد ولا شي وحده تيوكلوا لهم بحال داك الشكل، شي واحد واكل شي حاجه غير هي هذيك، بزاف ديالنا بغير الخبز. يعني بزاف ديال الناس كيتعالجوا هنا سبحان الله العظيم، وخا داك الشيء يعني واش عارف المفعول ديالو بزاف عاد حنا كناس ديال المنطقه، وكاينين الناس اللي هما يعني مقيمين هنا وساكنين هنا وعاشوا ديك الحالات، واحد الحاله ديال الناس اللي كانت هنا جاو لهنا يعني بالكروسه دابا ولاو 3 سنين 4 سنين اللي جابوه هنا دابا ولاو بخير ولله الحمد. دابا هذا جاو في جاي يمشي بلاصه تحت الارض، هذا الماء هذا كنعتقد انايا المنبع ديالو هو من الجبل، انت حيت ماء معدني والميزايا ديالو يعني هو داير بحال الشكل ديالو الماس، هي هو خصو يتشرب هنا الماء معدني خصو تشرب هنا في البلاصه، وخديتيه للبعد يعني في شي قرعه كبيره تيولي الكولور ديالو احمر ما كيبقاش يعني صالح على واحد المده ديال نهار ويومين. علاش سماها العين الحمراء؟ ما هي الاسم ديالها الحقيقي سماها محمد الخامس، هو اللي دار الزياره ديالو هنا في الاستقلال، فاش خدينا الاستقلال المنطقه اول زياره ديالو محمد الخامس كان جلال الجاد، هو اللي تسناها وسماها عين الرحمه، فاشرب من هذا الماء هذا هي سميتها عين الحمراء، سماها هو بل عين الرحمه، والحمد لله ان من ذاك العهد وهي غدا الناس غدا جايه غدا جايه، المهم كل هالامور غدا مزيانه، لكن الاعاني الاخيره يا الطرق الصعوبات الناس كتعانوا دابا الصعوبات كنعانيو يعني من الطرق هي الاولى، ثانيه عندنا مشكل ديال الوضع الحار. الوضع الحار هو اللي تيخنز المنطقه، الناس كيجيو سياح كيجيو لي توريست لهنا ما كيستقر في العشيه، دابا راه الدنيا خاويه حيت كاينه الكورونا ما كاينش الناس اللي هما جايين، الناس السياح ما كاينينش بزاف، كتلقى هاد الواد هذا كتلقاه خينز وكاين الناموس وكاين المسائل اللي هي مضره للصحه الانسان، بنادم كيجي يتعالج كيستق كيلقى الشريحه خايبه، هذا هو المشكل اللي كاين عندنا في العين الحمراء، وقدر تعطي الناس انا مجموعه من الشباب ديال شكون اللي يهضر معنا غادي يمشي دابا العين الحمراء متابعي قناه نشوفوها كي دايره.
غنشوف انا واش واكل شي حاجه ولا مو متبع قناه. شفتي فيك ما سمعتش التصريحات ديال هذا السيد، قال لكم بان هذا الماء كيجي ماء جوفي وكيكون من تحت الارض وعنده مجموعه من المزايا حتى اللي واكل شي سم ولا يجي دوق. تبعوني متبع شفتي فيك. متتبع القناة هذه هي عين اجا عمو، هذه هي عين حمراء وهذا هو الماء الجوفي داروا له هذا الديكور. اجا عمو عطينا شي تصريح لحظه، قال لك هذا الماء عنده شي مزايا. كنشكروا شوف تي في ومرحبا بكم عندنا. هذا الماء هادو كيصلحوا بزاف تبارك الله ديال الامراض، وبزاف الناس اللي استفدوا من هذا الماء ولقوا فيهم حياه ديال الطبيعه ديالهم، والحمد لله على كل حال خير. انا ودني مزايا ديال الحمراء، وانا كبرت في هذه البلاصه هذه، في هذه البلاصه هذه كبرت كندير هنا التجاره من صغري. اش نقول لك في التسعه هذه كداوي بزاف ديال الامراض. كاين واحد البلاكه اللي كتقول لك جميع داك الشيء بالادله ديال الحكومه، كاين بحال الامراض ديال الجهاز الهضمي، التنفس، الامراض الكبيره والجهاز الهضمي. المهم كاين شي بعض الامراض اللي كاين، وكاين لي امراض اللي كثر اللي كيستافدوا منهم هذا الماء، بحال الشكل ديال التوكل الله يستر السلامه اللي كيجيو لعينها الناس بزاف الشمال ديالنا والغرب. دابا اللي عنده التوكل يقد يجي هنا يقدر يدير لاباس. التوكل كياخذلو شويه ديال الوقت على حساب اللي كان فيه التوكل قديم ومسكين ومحمل واحد. كاين الديور هنا الكرا ومراكز يعني اللي فيه هذا المرض يقدر يجي. كاين كل شيء موجود الحمد لله، عندنا هنا الكرا، عندنا هنا الديور، عندنا ولكن من واحد حاجه اخرى راه ما كاين لا طريق لا نظافه لا سمعت الوضع الحار. واد الحار ما كاينش، كاينه شويه ديال الريحه كتكون هنا في الصيف بزاف زايده. المهم بحال السلطه في هذه الجهه ما كتعطيناش الاهميه بزاف. واش غنقول لك، انتم كتشوفوا كل شيء بعينكم، ما كتبعوا يعني عليكم حتى شي حاجه. كاين شويه الاكراهيات. انتم بحال دابا حاسين براسكم مظلوم، لحقاش كاين داك مولاي يعقوب سيدي حرازم عنده شويه حاسين شويه ديال سميتو ديال الكراهيه كاع، ماشي غير والتهميش. وكنحسوا براسنا بحال اللي محقورين، بحال اللي منسيين. المهم كنتمناو ان شاء الله تدخل الحكومه في اقرب وقت وتشوف لنا هذه الحاله اللي احنا عايشين فيها. وانا فين كبرت والخدمه ديالي كانت خدمه السوفينيرات هادو، يعني الحياه ديالي طويله. انا تبارك الله دوزت هنايا الصبر ديالي، دوزت هنا ودرت انا هذا الكيوسك حتى انا. كنقول لك الدوله كتنسنى شويه الصبر من المنطقه هذه، درت واحد المقاول ذاتي ودفعت على شويه ديال داك الدعم اللي خرجنا للملك باش يدعمونا. وطنجة علاش جيتي؟ علاش جيتي؟ ياك ما توكال. المهم كنشكركم وشكرا بزاف. واللي بغيت نقول لكم ان شاء الله كنتمناو الحكومه تجينا في اقرب وقت وتشوف لنا هذه الحاله اللي احنا عايشين فيها. شفنا بحال دابا الامور هانتا كاين الزينه، كاين المسائل اللي كيبان لك هنا راه كلشي تبارك الله. هما الشباب بعين حمراء هما اللي سهلوا في هذا الشيء وصافي، هما اللي دبروا على هذه. اما كانت العين كانت غير صغيره وكانت مدحسه كان الناس كيتجمعوا لنا هنا، ما كانش المسافه بحال هكا. ود الشباب مساكين شويه ديال الحماس جابوا هاد الدعوه هذه، ما كانتش بحال هكا من قبل، وصايبوا شويه هاد الدروج. ومازال حنا راه كنستناو كما كيقولوا الولا، راه المشاريع كاينين في الوراق، الحقيقه راهم ما كاينينش. وشكرا. هاد الكلمه اللي كتسمعوها بزاف هاد الجهه ديال اجدير، وهذه هي الحقيقه، ما عندنا ما نخبعوا، هذه هي الحقيقه. حنا عزيز علينا الوطن ديالنا، وكنشكر محمد السادس على داك الشيء اللي كدار. والله الوطن الملك في الكيوسك ديالي، الا ممكن لك تاخذ ليها الصوره. خذ لي تما. انا كنشكروا الملك، جلاله الملك كنشكروه بزاف، هو كيدير جميع توجهات باش يوصل اي منطقه بحال هذه. ومع للاسف يكون خير كنستناو واحد شويه. وشكرا متابعي قناه شوفي، تلاقينا احد الزوار هنايا. يا اخي هضرنا على المنطقه، شوف هكا لحظه اسمع على هذه المنطقه بان عندها مزايا هذا الماء. جينا هنايا نشربوا من اي مدينه؟ المهم مزيانه كاف. من اي مدينه جيت؟ من فاس. مزيان. واه يا نزلنا الجبل هذا بقينا كنشربوا من هنايا، درنا كاف بقينا كندور جينا هنايا. واش دابا عين حمراء بانت لك عندها امتيازات بحال مولاي يعقوب وسيدي حرازم اللي عندك؟ لا كل حاجه وليها امتياز، فهمتي؟ كل حاجه وليها امتياز. هذه عين بوحديتها، ومولاي يعقوب عطينا عندها امتياز بوحديتها، والعوينه عطينا بوحديتها. نسي ان كل حاجه عندها امتياز ديالها. انت جيتي من فاس بغرض انك بس باش تستافد من هذا الماء. نستافد من الشيء هذا. شكرا. متابعي قناه شوف تي في الطنجاوي عين. متابعي قناه شوف تي في غادي نجي باش نشوفوا هذه العين الحمراء هذه. زيد معايا. هذا هو الماء ديال العين الحمراء. ها انتم ملي كيقدام ولا كيولي احمر. اللون ديالو كيولي احمر. وبالنسبه لهذا الماء متابعي قناه شوف تي في
عين الحمراء بن عين الرحمة كما سماها المغفور له محمد الخامس طيب الله ترى إثر الزيارة التي قام بها لقبيلة قزنايا المجاهدة سنة 1956 من خلال التحاليل المخبرية التي أجريت 100 أيام من طرف كبار الأطباء والعلماء وخاصة الدكتور شانو بالرباط وميشال ديران أستاذ محاضر في المياه بجامعة أربون بفرنسا. تبين أن ماء عين الرحمة يعالج الأمراض التالية أمراض جوارح التنفس أمراض الكبد والجهاز الهضمي أمراض الأعصاب والمفاصل وفقر الدم والأمراض ديتافيزيكية. شنو هي ديتافيزيكية؟ شنو هي؟ متتبعي قناة شوف تي في كما كتشوفوا هذا هو الماء ديال العين الحمراء كيقول لك بأنك تستعملوه هنايا في هذه المنطقة هذه. إلى متتبعي قناه شوف تي في الارسال تقطعني هذا هو الماء ديال العين الحمراء اللي عنده واحد الطعم ديال الانماس ما يمكنلكش تشربو على النفس ولا بعتي كيحمر اللون ديالو على حسب المده. كنتمنى انكم تجيو تزوروا هذا المنطقه. اش قلنا على هذا شي رساله طنجاوي ما بغاش عرفتو على الزاير طنجاوي اشبروا معك هضره عطاك كلمه صح نجيو نشبروا معك هضره شي كلمه اخيره كنطلبوا من المسؤولين والناس اللي هو مسؤولي على هذا القطاع هذا يشوفوا من هذه البليده هذه وهذه المنطقه هذه حيت فيها منفعه بزاف الناس ديال اللي هما الامراض وبالخصوص حنا عندنا واحد الجاليه كبيره في المنطقه هنايا الجاليه المقيمه بالخارج استمروا هنا واحد العادات ديال الديور والمناخ الطيب زوين يعني بنادم ياكل مزيان تيشرب مزيان تينعس مزيان حتى الا عندك لي ستريس مرحبا بك اجي هنا غتعالج يعني هذا هو الدواء اللي كاين والمميزات اللي كاينه كل شيء طبيعي هنا كل شيء بيو يعني لا من الخبز لا من الزيت لا من المواد الاكل ديال لا من اللحوم يعني كل شيء كيعيش في الغابه وهذا هو المميزات اللي عندنا احنا في المنطقه هذه ونتمنوا المسؤولين الصوت ديالنا يوصل للمسؤولين ويديروا لنا شي حاجه في هذه المنطقه هذه ولا شي زياره ملكيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اجي اسمح لي غير نخلي لكم واحد سوفينير كي صغير على القناه. انت اللي كتصوب هذا الشيء؟ انا اللي كنصوب هذا الشيء. متابعي قناه شوف تي في هديه جميله غادي تبقى في خزانه قناه شوف تي في. شكرا. اجي يا اخي قدم لي راسك شد واعطيني انت الخاتمه باش الناس. انا فؤاد الحريولي فؤاد ولد عين حمراء وكنشكركم على هذا الشيء وكنتمنى المسؤولين ان شاء الله يزوروا هذه البلاد في اقرب وقت وشكرا بزاف شكرا بزاف. على هذه التذكار ديال السي فؤاد نشكركم على حسن الاستقبال نشكركم على حسن الضيافه وكنتمنوا الناس يزوروا عين حمراء حتى اللي فيه السحور يجي هنا اهضر عمو متابعي قناه شوف تي في تبارك الله عليكم. شكرا وتقدير شوف تي في وتحيه السي عبد الله تحيه السي بلال الكاميرا مان تحياتي لكم. شكرا تحيه.